السلام عليكم. سعداء جدا أن نلتقي سويا في العدد العاشر من برنامج نبض الكرة. في هذا العدد حديث عن كأس إفريقيا للأندية والجدل القائم في المدة الأخيرة، كلام أيضا عن الجولة الثانية من قسم الهواة والثالث عشر من الرابطة المحترفة الأولى. نتوقف بالتحليل والنقاش عند الراهن الكروي المحلي في هذا العدد من برنامج نبض الكرة. يحضر معنا في هذا العدد للتحليل الفني مصطفى مز. أهلا مرحبا كريم، السلام عليكم جمهورنا الرياضي الكريم. أزول في اللون إلى جانبك لاعب إلى جانبك، وبعد ذلك اختار مهنة التدريب، يريد أن يصنع لنفسه اسما في عالم التدريب ويتألق مثل ما تألق كهداف وكلاعب متميز، توج بثلاث كؤوس إفريقية، أقصد به منير دوب. أهلا مرحبا. أهلا أخ كريم، السلام عليكم، مرحبا بالضيوف تاعك. اليوم أنت مدرب لفريق اتحاد حجوت، سنتحدث عن الاتحاد وسنتحدث عن المشاركة الإفريقية معك إن شاء الله. وإلى جانبك مدرب مخضرم، يقال عنه بأنه اختصاصي في تحقيق الصعود، لديه رقم خاص وقياسي في تحقيق الصعود على التوالي. اليوم يحمل على عاتقه آمال وأحلام نجم مقرى، أقصد بعبد الكريم نطرش. أهلا مرحبا سعد. السلام عليكم وتحية رياضية لكل المشاهدين. تحية لك ولكل مشاهدينا وأنصار نجم مقرى في هذا العدد، دون أن ننسى طبعا خبير التحكيم بحالاته التحكيمية وبقراراته أيضا، هو اليوم في البلاطو. أهلا مرحبا سي بشاري. السلام عليكم، مساء الخير مشاهدين الكرام، سعيد بتواجدي معكم. نحن أسعد بذلك سي محمد بشاري. أبدأ بضيفنا عبد الكريم نطرش، شحال من الصعود حققته رقم؟ والله حاليا يعني تفاجأني. أولا السلام عليكم. أول خطرة بالك نلبي رغبة لي ستوديو هكا باش نجي، سي لا بروميير فوا باش نحضر. أول حضور في والله أول حضرة في دي بلاطو، كنت ما عنديش رغبة باش نحضر في البلاطو هك، ربما أنا محظوظين سي بشاري اليوم أول ظهور. لا أولا تربطني بالزميل الكريم، يعني علاقة طيبة منذ زمان. بالنسبة للصعود يعني ما نتذكرش كثير، ولكن في عدد لباس به. سبعة متتالية. سبعة وثمانية متتالية. هكذا مصطفى مزة. نعم. سبعة متتالية. نعم هو عنده اثنين متتالية مع شباب بجاية. مع بجاية. من بين المدربين الاكثر اللي صعدوا اكثر الفرق، خاصه وانه عبد الكريم نطرش يعني معروف بالصعود، يعني اي فريق يحب انه يصعد يعيط لعبد الكريم نطرش. عنده منافسه مع يوسف تيسان، مع يونس بوزيدي ايضا ربما، بوزيدي معلوش فيها. نعم بوزيدي، عبد الكريم بيرا. عبد الكريم بيرا ايضا. عبد الكريم بيرا نعم. في المقابل إلى جانبك منير دوب، بعد اعتزال كرة القدم فضلت أن دخول عالم التدريب بشجاعة مثل الكثير من زملائك وفي جيلك أيضا، أعتقد 10 نوادي أشرفت عليها في هذه الفترة الوجيزة أو أكثر. صحيح، يعني بعد ما كملت يعني المشوار الرياضي تاعي كلاعب تحولت، ولو ما كنتش دايرها كما نقول ما كنتش حطها في راسي. ولكن انا قبل ما نكمل كي كنت نلعب كنت حصلت على شهاده الدرجه الاولى، وانا كنت مازال نلعب. من بعد ما حبست رحت كملت لي ديبلوم تاعنا، ومن بعدها بديت شرفت على فرق منذ 2012 الى اليوم. شرفت على فرق لاباس بها، فرق اللي كانت لعبت في القسم الوطني الاول، اليوم راهي تتواجد في الاقسام ما نقولوش السفلى، ولكن في الهوات. اليوم راك مع اتحاد حجوت جاهز الفريق؟ يعني ما كانت سمعنا، كانت اتصلت بها فريق اتحاد حجوت، واليوم راني معهم. راكو في طرابلس؟ مازال ان شاء الله هاد الايامات ان شاء الله راح يكون عندنا طرابلس تحضيري باش نوجدوا الموسم هذا. تحدي اخر الموسم القصير هذا اللي راح نلعبوه، يعني تحدي من الظروف هذه اللي فاتت، نقدر نقولوا موسم استثنائي. فوالا بالتوفيق لك مع فريق اتحاد حجوت. سعد كريم لطرش، انضمامك الى نجم مقرى اعاد التوازن وشعرنا باللمسه تقريبا. انا شخصيا شفتها في مباراه نصر حسين داي، تعادل بعد ذلك الفوز على شباب القابل الذي ليس من السهل الفوز عليه خارج القواعد.
ماذا تغير في نجم مقرى وهل بدأ يعود التوازن بعودة اللاعبين المصابين اللي كان مشكل حقيقي بالنسبة للفريق؟ لا هو أولا بالنسبة لمقرى نظن الجمهور الرياضي ربما نعطي نبضة على الحياة في مقرى. سيت ان بتي باتل يعني مدينة مضيافة الشعب نتاعها ما كانش الضغط اللي يكون لما يتلقاوك في الشارع يطلبوا غير بتحسن النتائج وديجاس يعني هكذا دوميبيليتي يعني يحبوا اللاعبين الواحد. بالنسبة للفريق ما عندوش إمكانيات كبيرة ولكن ربما الزيارة الأخيرة نتاع السيد والي ولاية مسينا تكلمت أنا عندما سونتر ديبرجمون كان بالسونتر هذاك لو يحسنوه يقدروا يديروا يعني في المستقبل القريب يقدروا يكونوا فريق نموذج أولمبي نقولوا نموذج ربما لأولمبي المدية. عندما رئيس الفريق أول خطرة في حياتي نشوف رئيس الفريق يحضر للتدريبات محب جدا لكن كانت التدريبات على 9 صباحا يحضر 9 لكن كان دو زونترينمون بارجور يحضر عنده محيط قريب جدا منه يتكفلوا بالأمور اللوجستيكية. بالنسبة للحضور اللي تمنى كانت تربطني شوية علاقة مع مع الرئيس اتصل بي ما نقولش أمرت ولكن أنا سعيد جدا بوجودي في مقرى لأن حسيت باللي الإنسان يقدر يخدم بارتياح. ربما عندما جي أنا لقيت عدة إصابات في الفريق وهذه ما لازمش نحطها على الطاقم الفني اللي فات لأن حتى في العالم عندنا نموذج بن ناصر كان غايب شهرين عاود دخلت هذا الكورونا هذا لنا في مواد الدار هذوك ما قدرناش نتحكموا فيهم احنا كأول خطرة في التاريخ كرة القدم وين ونسولوتروف قدام يعني هذه الدائرة وهذه الوضعية دونك في الفرق كل كاين لاعبين مصابين. احنا ربما المشكل اللي عندنا فيه كان الاصابات هذو ما نقدوش نعالجوهم في مقرى يسو دي بلاس يعني الجزائر ولا وين يسكنوا اللاعبين ولهذا خلقتنا. ولكن الحمد لله درك في المدة الأخيرة رجوع كل يبقى غير اللاعب الشاب كابري اللي مازال مصاب لاعبين بداوا تدريجيا يدخلوا في الفريق نظن هذا باش نلقاو التوازن ان شاء الله في المستقبل القريب باش يكون تطمئن انصار النجم. لا ونزيد نضيف اللي عنده 16 ولا 17 لاعب الامال من خارج مقرى راهم يسون تيبرجي تم في مقرى وياكلوا ويشربوا ويديروا الدراسه. يعني نظن التفكير نتاع رئيس الفريق ونتاع عنده تفكير ولو يعني يلقى المساعده من السلطات الولائيه ولا نقول لك دون لي زاني افونير مقرى يكون عندها يعني عندها شان كبير في كره القدم الجزائر. هذه النوادي اللي تحتاج الى الدعم من الجزائر العميقه من هناك ايضا نكتشف اسماء متميزه مثل ما اكتشفنا واسماء تتالق هذا الموسم. هناك اسم مر على منير طوب هو الذي سيتحدث عنه بعض اللحظات هو متالق بشكل لافت في البطوله المحليه الى كاس افريقيا بعد الفاصل. إفريقيا للأندية الجدل القائم مصطفى مازا هل سيلعب فريق شباب بالوزداد أم لا يلعب؟ هل يحضر نادي الملعب المالي إلى الجزائر أم لا؟ كورونا كما قال عبد الكريم نطرش أخلطت كل الحسابات. صحيح خاصة وأنه المرض ولا الفيروس المجدد في إفريقيا الجنوبية نظن انه اثر على يعني السيرورة الحسنة لهذه المنافسة هذه خاصة وانه صن داونز كان من المفروض ان يتنقل الى الجزائر وين السلطات كذلك ولا اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة هذا الوباء هذا رفضت احتضان ولا استقبال هذه المباراة هذه لهذا ربما المباراة حولت الى البلدان اخرى حتى بلدان اخرى رفضت استقبال ولا احتضان هذه المباراة. المباراة يعني نظن راح يكون فيها جدل كبير في اجتماع سيعقد في الساعات القليله القادمه هكذا بشهر غدا باذن الله وفي الساعات القليله القادمه لكاف مع انديه جنوب افريقيا لانه ثلاث نوادي معنيه بهذا الامر. طبعا كلام قيل في المده الاخيره عن خصم النقاط لشباب الوزداد عن الخساره على البساط في حاله ما اذا لم يجد الملعب الذي يستضيف به او يقبل به بلد اخر. طبعا في الاخبار الرياضيه كان هناك اتصال بالسيد توفيق
القريشي وصرح للتلفزيون الجزائري كما قلت بخصوص القضية المتعلقة بهذه المباراة بمباراة سان داونز الجنوب إفريقي التي كانت من المنتظر أن تجرى هنا في الجزائر، ولكن بسبب فيروس كورونا المتحول لازالت الأمور هكذا. قلت أيضا بأن نادي الملعب المالي إلى حد الآن لم تظهر المعلومات بخصوص حضوره أو مجيئه، سيكون لنا أيضا كان لنا أيضا تسجيل مع الناطق الرسمي لشبيبة القبائل سيد ميلود عبود. نبدأ إذن بتصريح توفيق قريشي. الناس اللي يتكلم على خصم النقاط جاهلة للقانون الساري المفعول على الاتحاد الإفريقي. أولا أنا أطمئن جماهير تاعنا أن ما فيش خسارة للمقابلة، الفريق شباب لوزاب مش حيخسر المقابلة، ولكن في الوضع اللي رانا موجودين فيه الآن، وإذا كان قدر الله يعني وتثبت يعني العجز وازداد إيجاد الحل، إذا أرغمنا إحنا على إيجاد الحل ستكون يعني في آخر المطاف تكون خسارة مقابلة ب2-0، ما فيش خصم نقاط، ولكن إحنا ما رناش في هذا الوضع. يعني أعطيك بالنسبة لي خسارة المقابلة إذا قدر الله، ولكن إحنا رسميا لحد هذه الدقيقة شباب لوزاد لم يخسر المقابلة. ننتظر اجتماع الذي سيحدد مصير هذه المقابلة، وبعدين سنتعامل مع الوضع هذا لإيجاد الحلول. الحلول تكون موجودة توفيق لشباب لوزداد الذي بدأ المنافسة بقوة بتعادل أمام تيبي مازامبي خارج القواعد، ويملك تشكيلة بإمكانها أن تتألق قريا هذا الموسم، لذلك إن شاء الله تجد الكاف الحلول اللازمة مثلما تجدها أيضا بالنسبة لشبيبة القبائل. كما قلت إلى حد الآن لم يظهر أثر بالنسبة لنادي الملعب المالي. أكثر توضيحات في هذا التسجيل الذي خصنا به الناطق الرسمي لشبيبة القبائل سيد ميلود عبود. ما اتصلوش بالاداره تاع شبيبة القبائل باش كما قلت لك باش نديروا يعني الحافله والسياره اللي راح ما اتصلوش بالاداره تاع شبيبة القبائل باش كما قلت لك باش نديروا يعني الحافله والسياره اللي راح ما اتصلوش بالاداره تاع شبيبة القبائل باش كما قلت لك باش نديروا يعني الحافله والسياره اللي راح ما اتصلوش بالاداره تاع شبيبة القبائل باش كما قلت لك باش نديروا يعني الحافله والسياره اللي راح ما اتصلوش بالإدارة تاع شبيبة القبائل باش كما قلت لك باش نديروا يعني الحافلة والسيارة اللي راح ما اتصلوش بالإدارة تاع شبيبة القبائل باش كما قلت لك باش نديروا يعني الحافلة والسيارة اللي راح. طبعا لم تتصل هكذا قال السيد ميلود عبود. طبعا بعيدا عن كل هذا الجدل الذي القائم طبعا أصبح تعودنا عليه مع وباء كورونا، سعد كن نطرش بالمشاركة القارية هذه المرة بأربع نوادي، ممكن جدا أن الشبيبة تكون في دور المجموعات رفقة وفاق سطيف، ثلاث نوادي متعودة توجت بكأس إفريقيا كبيرة، حظوظنا في رؤية مشاركة قارية متألقة هذا الموسم قائمة، أليس كذلك؟ والله نظن أولا النتائج الإيجابية اللي عادوا بها الفرق الجزائرية ككل يعني واضحة للعيان، نظن تبشر بالخير. ربما انا نستغرب لما يدومونديو الشباب بلوزداد اختيار بلد اخر لاستقبال الفريق نتاع جنوب افريقيا. لما تكون عندك الوباء في المنطقه نتاعك ما كانش اي بلد اللي يقدر يستقبلك، مادام انت في الجزائر ما استقبلتوش. كي نرجع لسؤالكم انا نظن شباب بلوزداد مولوديه الجزائر حتى وفاق سطيف وربما شباب القبائل انا نظن في الحين عندهم امكانيات كبيره باش يتقدموا الادوار متقدمه، وانا نظن هذا ربما مليح لنا احنا ومليح لكره القدم الجزائريه باش تعطي اللي راهي في صحه جيده، ولو ان يعني البطوله نتاعنا احنا فيها مشاكل كبيره يعني خاصه في الوضع الحالي نتاع كورونا. نظن انت في السيتي هذوك لي كاترو كلوب راهم يديروا في نتائج مليحه اون كوب دافريكي يعني ولا اون شامبيونز ليغ ان شاء الله. كيف تقرا الاربع مواجهات القادمه لنوادينا مصطفى مازا فنيا؟ لا مباريات صعبه خاصه وانه لو نتكلم على كاس رابطه ابطال افريقيا اظن انه النتائج ولا التعادلات خارج ديار خاص لمولودية الجزائر ولا حتى بالمولودية التعادل في الزمالك
يعني التأكيد أمام الترجي. نعم الزمالك نشط نهائي كأس أبطال إفريقيا الموسم الماضي، لهذا ربما الفرق المصرية تعتبر من أكبر الفرق في القارة. كذلك لو نتكلم على شباب الوزداد لعائد بنتيجة التعادل من تيبي مونزامبي، نعرف حجم فريق تيبي مونزامبي حائز على عدة ألقاب سواء الكاف ولا حائز كأس رابطة أبطال إفريقيا، يعتبر كذلك تعادل إيجابي، لأنه لو نتكلم على تعادل كذلك نتكلم على حرمان تيبي مونزامبي من نقطتين، لهذا ربما الحسابات تبدا من هنا. كذلك نتكلم على الوفاق الصيفي اللي ربما وضع قدما او حتى لا اقول قدمين في دوري المجموعات، لكن بدرجه اقل شبيبه قبائل، لانه لو نتكلم على الملعب المالي اعتقد انه الملعب المالي يبقى من الفرق القويه، يضم عده لاعبين نشطوا كاس الشان الاخيره، لهذا ربما مباراه العوده راح تكون صعبه، لازم ياخذها شبيبه قبائل بجديه. ولكن التقاليد الافريقيه في الشباب هي اللي تصنع الفارق منيره، هناك شيء ما تاريخ. أردت أن أسأل منير لأنه عاش ويعيش ويعرف هذا، في شبيبة القبائل يقال بأنه لما تحمل القميص الشبيبة تشعر بأنك مجبر على اللعب من أجل الألقاب وأنت الذي حملته، هل هذا صحيح منير؟ صحيح، أنت مجبر أنه تعطيه مستوى كبير بحجم الفريق، وحنا نعرف كلنا أنه فيها عدة لاعبين اللي جاوا لعبوا فريق الشبيبة ونالوا ألقاب إفريقية، وأنا كنت من بينهم. تقدر تقول بلي تقاليد، وحتى الفرق اللي تواجه فريق شبيبة القبائل هما يجوا ديجا بالنية أنه راح يواجه فريق كبير، فريق اللي متعود أنه يفوز بكؤوس إفريقية، وهذا الشيء كان احنا في وقتنا كان يساعدنا، كنا نحسوا بفريق الخصم انه مداير حساب كبير، وحنا كنا نعرفوا كيفاش نستغلوا هذيك. ومع الشبيبة عشت تجربة 3 كؤوس للكاف، ليالي لا تنسى أبدا في ملعب 5 جويلية، صور استثنائية عشناها وسهرات رمضانية وتتويجات، سنشاهد سويا الصور وأنت من ستعلق عليها يا منير. يضب وتشاء الصدف أيضا أنه بداية المغامرة كانت بأول مباراة ليك مع النجم الساحلي، الهدف هدف التأهل، وبعد ذلك بدأت رحلة 3 كؤوس إفريقية، أليس كذلك؟ صحيح، يعني أول مقابلة تاعنا فريق الشبيبة كانت في دور ربع النهائي ضد النجم الساحلي اللي كان هو حامل اللقب، كان يدافع على اللقب تاعو، وكتعرف كنت مستقدم جديد مع رضا عباسي وبن دحمان وأكريش ولطفي صحراوي، كنا احنا 5 لاعبين اللي جبنا هاي الصور، صور تتويج الأول بعد الفوز على النجم الساحلي، توجتوا باللقب هكذا. توجنا باللقب ضد نادي الإسماعيلي اللي لعبنا مقابلة الذهاب في مصر ونتعادلنا، وما نقولوش بلي تنحكرنا، بس نقدر نقول أنه الحاكم التماك كان عطى ضربة جزاء اللي تقدر تقول خيالية هكذا، وعودنا وزاد بالقايد راح ببطاقة أحمراء وتمكننا وعدلنا النتيجة التماك. وفي مقابلة العودة كما تشوف كنا قادرين نحسموا المقابلة في الشوط الأول، خلقنا بزاف فرص ما سجلناهاش. مدرب خالد حي الدين، ناصر سنجاق، جيل متميز من اللاعبين، يعني كان لنا الشرف انه نلنا هذيك الكأس مع المدرب خالد محي الدين، بلا ما نساو المدرب خالد نجم الدين بالعياشي اللي هو اللي بدا معنا ومن بعد غادر وجا سنجاق وخالف. صعبه المقابله هذه، كانت صعيبه بزاف، المقابله كانت صعيبه. قائد حكيم مدان مع بالحملات، صحيح تم مدان رغم السن تاعو المتقدم، بصح هذا التتويج الثاني، هذا ضد نجم الساحلي، كنا نهزمنا في مقابل الذهاب 2-1 وكان لازم علينا نسجلوا. الجزائر كانت حزينه تلك الفتره مع الفيضانات باب الواد، ويعني وتزامنت الفيضانات في اليوم اللي لعبنا فيه النهائي الاول في تونس، في هذاك اليوم اللي كانوا الفيضانات، ولعبنا وهدينا هذا
هذا ابراهيم صافي وهذه النهائي الثالث ضد طونير دياوندي الكاميروني. انا جا شقيقك فضيله فضيله كان معنا هنايا نقدر نقولوا باللي حسمنا الكاس هذه هنايا في مقابله الذهاب وفزنا عليهم 4-0 وكانت نهايه مغامره جميله وين هدينا الفريق 3 كؤوس افريقيه اللي تبقى في تاريخ كرة القدم الجزائرية وحتى في تاريخ شبيبة القبائل. أجمل ذكرى كنت راسي مفتوح. نعم بعد في بداية المباراة وصلت صح ذكريات يعني الشيء اللي كريم كنا فزنا بهم بثلاث مقابلات في سهرة رمضانية يعني ومع الإسماعيلي النجم الساحلي دياوندي فزت على افريكا سبور ايضا كبار القوم في الماما افريكا. كنا هزمنا عده فرق كبيره منها الوداد البيضاوي اللي فزنا عليه ذهاب واياب فزنا على افريكا سبور فزنا على ايوان واني والنيجيري كانت في فرق قويه ولكن نقدر نقول لك انه مقابله النهائي تاع الاسماعيلي والنجم الساحلي اصعب المقابلات اللي لعبناهم. وهدف ابراهيم زافور بالراس انذاك. شبيبة القبائل هي هكذا متألقة دوما لديها التقاليد بسبع نجوم. اليوم منير ضابي استرجع ذكرياته والحنين إلى شبيبة القبائل المتألقة طبعا قاريا والتي تنتظرها مباراة أمام الملعب المالي. سنعود طبعا للحديث عن المشاركة القارية لنوادنا في قادم الأعداد. والآن نعود إلى الشأن المحلي والبداية بقسم الهواة الذي سيكون هذا الموسم صعب مثير وشاق بسوسبنس كبير. الأسبوع الفارغ توقفنا عند المجموعة الشرقية مع الجولة الأولى، في هذا العدد نتوقف عند مجموعة الوسط والبداية ستكون بمباراة وداد بوفاريك. الفريق اللي دربته منير ضوب استقبل نادي المسيلة اليوم في هذه الجولة مباراة حضر زميل بلال بناري وعاد إلينا بهذا التقرير. في الجولة الثانية حول كل من وداد بوفاريك والضيف وفاق مسيلة تدارك ما فاتهما في الجولة الأولى بما أنهما انهزما أمام نجم بن عكنون ورائد القبة. الوداد بأرمدته حاول الضغط منذ البداية وهنا راسية مفتاح عبد الملك لم تعلو كثيرا. دائما الضغط من أصحابي الأرض والمتابعة بهاتي الراسية ولكن في الشبكة الخارجية الضغط تواصل مفتاحي دائما وراء كل الكرات الخطيرة ولكن الحارس لحرش بسهولة. اختار فرصة من جانب وفاق مسيلة كان وراءها المتألق نوار شعيب وهذه التسديدة القوية التي علت خشبات المرمى الثلاث وعلى إثرها انتهت هي المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية ظهر التعب على الضيوف فتمكن فريق وداد بوفاريك من صنع اللعب وهنا ثنائية بين زيتوني وبنبور النان التوزيع هذه تصدل بإحكام لحرش لكن الأخير سقط بعد هاته الركنية وراسية جوشي في شباكه كان ذلك في الدقيقة 59. المهاجم السابق للدار البيضاء تمكن من منح فريقه هدف التقدم وكاد بعد هذا الهدف أن يضيف الهدف الثاني لولا تألق الحارس لحرش الذي أبعد الكرة إلى الركنية. هدف مقابل صفر هي النتيجة النهائية لهذه المباراة رغم أن الضيوف سجلوا لكن من وضعية تسلل مساعي تابع وكان في وضعية تسلل. العلامة الكاملة لتلاتي تحكيم المباراة بقيادة بن الشهيدة 3 نقاط ثمينة لأصحاب الأرض. بعد صفارة النهاية الزميل بلال بناري رصد لنا هذه التصريحات. وليش 12 مقابله نظن باللي جمع النقاط هو الاهم في هذه المقابلات. اليوم حنا اون دوموندي او جو سي لو ماتش دو لا فيكتوار دونك اون سافي بيرتينامون باللي الماتش يفوت على راشي واش نقولوا ليسونسيال حققنا الاهم وهو الفوز. الاداء يجي بمرور الوقت لان فريق بوفاريك 99% الا اذني اللي بقى في الفريق هذا وتسع اشهر تاع راحه سيتي ترانزيسيون اكسبسيونيل. بالنظر للتحضيرات فريقنا لحد الان عنده 25 يوم من التحضيرات من بدايه التحضيرات فريقنا مازال موش يعني جاهز من الناحيه البدنيه وين شفنا يعني انخفاض في المستوى في المرحله الثانيه. الشوط الاول كان جيد يعني نوعا ما كنا قادرين نسجلوا فيه
الشوط الثاني ارتكبنا خطأ يعني في من كرة ثابتة وتسجل علينا الهدف. انا واش نقول اللاعبين تاعي يعني اعطيهم صحة يعني قدموا مقابلة يعني من ناحية الإرادة مقابلة جد طيبة، لكن يعني خانتهم يعني اللياقة البدنية لحد الآن مازلنا ما لحقناش الجاهزية يعني 100%. الإثارة إذا مضمونة في قسم الهوات مثل ما كانت اليوم في مباراة نادي الأخضرية أمام أمل الأربعاء والتي حضر زميلنا علي جعفر. دخل أمل الأربعاء ملعبه للمرة الأولى هذا الموسم في مباراة رسمية بنية تثمين التعادل الذي جلبه من ميدان اتحاد الحراش في جولة الافتتاح، بينما كان الوافد على بطولة الدرجة الأولى اتحاد الأخضرية يطمح للعودة بنقطة على الأقل من أجل تدارك التعادل المفروض عليه بميدانه من طرف شباب بن ثور الأسبوع الفارط. الفريق الأزرق سعى لفرض منطقه منذ صافرة البداية، فكانت توزيعة دغماني أول اختبار للحارس دراوي من جانب الضيوف في الدقيقة 12. بعدها بدقيقتين انفرد زميله الجناح بالواضح بالحارس الذي تألق في إخراج الكرة. وفي الدقيقة 16 تقدم الحكم بهلول إثر تدخل من مدافع الأخضرية سعيداني وأشهر في وجهه البطاقة الحمراء، ما زاد من مهمة الضيوف تعقيدا. الثغرة التي تسبب فيها الطرد سرعان ما جاء منها هدف السبق لصالح أمل الأربعاء بواسطة كفي عند الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول. اتحاد الأخضرية حاول صنع بعض الفرص وطالب بركلة جزاء على مقربة من حكم المباراة. الشطر الثاني كان أكثر إثارة لا سيما من قبل الفايكنج، الجناح أوكيل كاد أن يضيف ثاني الأهداف بكرة ثابتة منفذة بدقة بالغة. الفرصة الموالية كانت بتوزيعة من أيتالي، وجدت الحارس دراوي في التصدي، وقبل خمس دقائق من الختام فوت براهمي فرصة معادلة النتيجة على مهاجم الأخضرية بحوص في لقطة طرده الحكم على إثرها بالبطاقة الحمراء. الكرة الثابتة عند الدقيقة 43 تولى يونس بحوص تنفيذها بطريقة مثالية، عادل بها النتيجة وأنهى المقابلة بنقطة لكل فريق بعدما مرت بقية الدقائق دون جديد. إثارة إذن كبيرة وموسم يصعب التكهن فيه تماما سعد كريم الأطرش، وانت اللي قضيت سنوات طويله في القسم الثاني. اولا تحيه كبيره، انا لعبت في بوفريك عديت احلى ايامي في 83 84 ايام مع قندو تيتري او دربتهم في 94 و95 في القسم الوطني الاول. ومنين دربهم طيب؟ لعبت بوفريك عندي يعني عندي علاقه كبيره يعني دوزانيم انوبليابل. ما كانش محظوظ الموسم الفارط وقفت من نفس الكاس بسبب وباء كورونا هما اللي كانوا المشوار. تحيه كبيره للجمهور الرياضي نتاع بوفريك كل الاسره لا فيل دو بوفريك سي فري. دونك نظن لوبجيكتيف السنه نتاع لي زيكيب اي فو اتوندر لي سي ماتش الاولين باش يبان ابوبري والفرق وين وصلت، لان التحضير عند الفرق كان مدبدب كثير يعني، واحد بدا روتار واحد بدا لابونس، دونك ما نقدروش نحصلوا شكون الفرق اللي راهي ولا بغى الانتدابات ما تعطيش يعني ما تعطيش الدليل القاطع باللي الفرق هذه تلعب بالمراكز الاولى. ولكن نشوف حتى اليوم مولودية بجايه بالفريق نتاع الرديف قدر يدير مقابله في القبه ماتش نير، دونك هذه ما عندناش لازم ابريل. التجربه اللي عندي هنا دوك في مقرا يعني ابريل سيزيام سيتيام ماتش يبدا يبان هذا الفرق اللي قادره عندها نفس الطويل وقادره تلعب البريمير رول. طب حتى في القسم الثالث الى حد الان صيغه بانت الان منع مسات المنافسه مازال ما من المفروض المفروض ولكن اخر الاخبار تتكلم على اللي راح تكون تتلعب زوج مجموعات اغلبيه عمليه التصويت كانت في هذا الاطار يعني حسب ما كل فرق اختارت هذه الصيغه، ولكن راح تكون بنفس الصعوبه اللي موجوده الان كما كانت تكلم الشيخ عبد الكريم. هذه هذو كاين فرق اللي راهي بدات تحضر من زمان، كاين فرق اللي هذو بدات دونك كي تبدا البطوله لازم تستنى كما قال الشيخ، لازم تستنى خمس مقابل ست مقابل باش تشوف وكل فريق الانتدابات اللي دارها. كان يدير انتدابات عاديه كان ينتدب لاعبين في المستوى، مي نقدر نقول انه هاد
هاد لي جوار المده اللي حبسوها تاع 10 اشهر مؤثره كثير كاع. المباراه تتواصل طبعا غدا مع مجموعه الشرق ومجموعه الغرب. ايضا زميلنا اسماعيل ميلودي يفصل في هذا التقرير. بين باحث عن تأكيد الانطلاقة وطامح لتحقيق أول فوز، الموعد سيكون مهما لفرق رابطة الهواة بمجموعة الشرق. الجولة الثانية ستميزها مباريات مباشرة السبت المقبل، أبرزها لقاء مولودية قسنطينة، اتحاد عنابة، مولودية باتنا، اتحاد الشاوية، اتحاد خنشلة، جمعية الخروب، فيما ستكون الفرصة لدفاع تاجنات الانفراد بالصدارة بأفضلية الميدان أمام شباب باتنا مقارنة بهلال شلغوم العيد الذي يتنقل إلى بسكرة لمواجهة شباب ولاد جلال. ونفس الشيء بالغرب الجزائري، الرائدان شباب عين تيموشنت ومستقبل واتسلي يواجهان على التوالي اتحاد الكرمة ومولودية سعيدة. أبرز المباريات كذلك تلك التي تجمع الأندية الجارة على غرار شبيبة تيار جمعية وهران، أولمبي أرزيو واتحاد الرمشي. جولة سيتواصل فيها أيضا مشكل تأهيل لاعبي عدة فرق، ليبقى الاستنجاد بعناصر الفرق الرديفة هو الحل الوحيد في الوقت الراهن. مباريات مثيرة مصطفى مازا في المجموعتين، وهناك حتى مباريات لعبت في القسم الأول ذات زمن. صحيح، كاين عدة نوادي لعبت في البطولة المختلفة الأولى. لو نذكر على سبيل المثال اتحاد الحراش، شبيبة جيب جاية، اتحاد عنابة وغيره، كل هذه النوادي هذه ربما راح تكون بطولة صعبة استثنائية، والنفس الطويل كما كان يقول الشيخ عبد الكريم الأطرش هو اللي راح ربما يمشي إلى الصعود. نتابع سويا النتائج وجدول المباريات القادمة في طبعا القسم الهوت. إلى الرابطة المحترفة الأولى اليوم لعبت 3 مباريات طبعا في افتتاح الجولة 13 في انتظار أن تستكمل المباريات 3 مباريات أخرى هذا السبت في ومباريات مؤجلة. إذن بعد الفاصل. بعد الفاصل سنذهب مباشرة إلى القمة الكبيرة التي لعبت في القمة الكبيرة التي جمعت بين شباب قسنطينة ومولودية طهران، وتميزت بتألق بعض الأسماء. نتابع سويا الملخص مع زميلنا محمد صلاح بوساكر في انتظار أن تكون الصور جاهزة اليوم. مصطفى مازا ماضوي يبدأ بدون مقدمات، بلوم يتألق من جديد، ملال أضحى مبدع في الكرة الثابتة. ماذا يفعل مولودية طهران في بداية هذا الموسم؟ أكيد تشوف الفوز الأخير بثلاثية أمام فريق كان خارج من فوزين متتاليين يعطينا نظرة على مستوى ليظهر به بعض اللاعبين ليقدموا مردود في المستوى، على غرار لعب ملال وكذلك لعب مسمودي المدافع اللي سجل عدة أهداف. لهذا ربما نقول أنه مولودية طهران وهذا الفوز هذا سوف يعطي للفريق أكثر ثقة للمجموعة، وخاصة بعد قدوم المدرب ماضوي وكذلك عمر بلعطوي. المولودية الوهرانية ياسي منير ضوب 9 أهداف في مبارتين فقط، الهجوم يقصد بالثقيل وهو أحسن هجوم لها في البطولة. صحيح، يعني ماهوش مفاجئ لفريق دوما يقدم لنا اسماء متميزه. فريق وهران يعني فريق كبير منذ زمان، احنا نعرفوا فاتوا عليه لاعبين كبار وكان فريق لا يستهان به. اليوم تشوف الفريق في مقابلتين سجل 9 أهداف، احنا نعرف انه الفريق هذا كسب ثقه خاصه المهاجمين تاعو، عنده مهاجمين مهاريين ممتازين اللي اليوم اكدوا الصحوه تاعهم، وهذا شيء مليح وشيء يفرح لفريق بحجم مولودية طهران. لما تكون مولودية طهران في احسن حالاتها تزيد من حلاوة البطولة. سنتحدث عن شباب قسنطينة الذي يعرفه جيدا عبد الكريم الأطرش، ولكن بعد ان نشاهد الملخص الخاص بهذه المباراة بتعليق زميلنا محمد الصالح ابو ساكر.
قبل صافرة الانطلاقة في هذه اللحظة تنطلق المباراة بصافرة الحكم بوزرات. سنعود إلى إليك عبد العالي ريدير من خلال الوصف التفصيلي والتعليق وتحليل مجريات المرحلة الأولى، وهو المتعود على اللعب في محور في وسط الدفاع، محور في وسط الميدان الدفاعي في الوقت اللي فيه كرة رأسية، والهدف الأول كرة رأسية ممتازة من المطراني المتابعة، يتمكن المطراني من فتح مجال التهديف في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة. مولودية وهران هذه العرضية والتوزيعة كانت من ملاد بن معمر كما نشاهد، والمراقبة والمتابعة يتمكن في الأخير مطراني زبير من فتح مجال التهديف رغم المتابعة من الرحماني شمس الدين. الجمرود محاصر ومضايق بإزماني، تمكن من توزيع كرته داخل منطقة العمليات لعمران، البحث عن المراوغة وتسديد كرة جانبية كانت ممتازة، لقطة فردية من عمران، كرة ستكون مصوبة داخل منطقة الجزاء. عين على الكرة وعين على المرمى والرأسية، الهدف الثاني الرأسية والهدف الثاني مباغتة رأسية، مولودية وهران تضيف الهدف الثاني من كرة ثابتة، يتمكن المدافع مصمودي بوعلام من توقيع الهدف الثاني في الدقيقة 32 من المرحلة الأولى. دائما مولودية وهران متفوقة في النتيجة وتضيف الهدف الثاني، وكأنه السهل الممتنع بالنسبة لفريق مولودية وهران. إذن مولودية وهران هدفين، شباب قسنطينة صفر. الخطأ مزدوج، الدفاع خطأ 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 خطأ، والحارس الرحماني يتألق أمام تسديدة من حميدي، هل سيسد التسديدة؟ والحارس الهيتيم يتألق، اللومي مباشرة إلى منطقته لأن فيه كرة ثابتة، شباب قسنطينة كرة مرفوعة من حدود، أول كرة من اللاعب حدوش، ومقرر في المتابعة يتمكن من وضع الكرة شباك الحارس لتيم ويقلص النتيجة. وتحدثنا قلنا من يوصل الكرة إلى مقرر حدوش في أول كرة ثابتة، أقدم من أخرى من رفيقه من لا لحد كرة ناحية رفيقه، الهدف الثاني، كرة تصطدم بالقائم ويتمكن باللومي من توقيع الهدف الثالث، دخول باللومي أيضا على غرار ما فعله أمام اتحاد بسكرة، سجل هدف رائع، وفي هذه اللقطة أيضا هدف رائع باللومي، يتمكن باللومي من توقيع الهدف الثالث لمولودية وهران بعد خطأ أيضا في المراقب بحوزته رابطة أبطال إفريقيا. وفي هذه الآونة أحمد بوزرار الحكم الرئيسي يعلن على نهاية المباراة. نقدر نقول احنا اليوم قدرنا نلعب على أخطاء السياسي اليوم عن طريق الهجمات السريعة، وكانت فعالية كبيرة خاصة في الشوط الأول. الشوط الثاني تحكمنا وسيرنا في المباراة دفاعيا، ما تركناش المسافات والمساحات بالنسبة لهجوم شباب قسنطينة، وقدرنا حتى بلمسة بلومي اللي دخل كالعادة الآن أصبحت عادة، قدر أنه يقتل المباراة نظل في الدقائق الأخيرة. ونظن هذا الفوز إذن يعني راح يفرح أنصار مولودية وهران ويخلي الجميع أنه يطمح لما هو أفضل إن شاء الله. طبعا بعد عمورة أضحى بلومي الجوكير الاستثنائي مصطفى مازا يدخل يسجل. أكيد اللاعب كسب ثقات الطاقم الفني ولا حتى جماهير الوهرانية، لهذا ربما الفرصة منحت لهذا اللاعب استغلها، وفي كل مرة يدخل يعطي إضافة ويسجل أهداف حاسمة، لأنه الهدف تاع اليوم الثالث ربما هو ريحة المباراة. في بعض الأحيان يقولوا ما لازمش تضغطوا على الشبان، هادو الشبان هم يضغطوا علينا بتألقهم بشكل لافت ويجبر كل وسائل الإعلام على الحديث طبعا عنهم، مثل ما نتحدث عن عمورة الذي لعب أول مباراة له مع شبيبة جيجل. من كان المدرب آنذاك؟ كان منير ضب. طبعا هل كنت تتوقع أن يتألق بهذا الشكل اللافت عمورة؟ والله صحيح، والله يعني كما كنت عندي الفرصة وإن عرفت اللعب هذا لما كان في عمره 17 سنة، كنت نشرف على فريق شباب الجيجل، وكانت واحد الأمور وإن لعبت بفريق كما نقولوا إحنا لأوديسات وكيلات، لعبت مقابلة بهم وكان هو بين اللاعبين هذوك، يعني نقدر نقول لك دار معي 5 مقابلات، يعني من بعد ما كانوا رجعوا لاعبين أكابر وكمل يلعب، يعني بهرني في 3 مقابلات وسجل في 3 مقابلات، كانوا عندي مهاجمين في 18 مقابلة ما سجلوا، سجل هدفين في 3 مقابلات. شحال كان عمره؟ 17 سنة، يعني أول هدف سجله ضد وداد بوفاريك،
نقدر نقول لك يعني وفرحت له بعد ما غادرت وسمعت باللي في الصيف يعني فرحت له لانه لاعب شاب وموهبه اللي عرف وين يروح ونقدر نقول لك بلي حتى المدرب الكوكي عرف يوظفه. موهبة طبعا موهبة وجدت أين تفجر إمكانياتها طبعا في الوفاق الصيف الذي يحتضن المواهب ويعرف كيف يمنح لها الفرصة. شباب قسنطينة سعد كريم الأطرش فاز على نجم مقرى، عاد بفوز من بسكرة. كنا نتوقع الديكليك ولكن يبدو بأنها أزمة ثقة وأزمة بسيكولوجية في هذا الفريق. دائما نظن رحم سيتون بيريود دانسيرتيتود يعني شك باش كبير، وأنا لعبت معهم ما كاش الفريق هذاك اللي تحس باللي رغم النتيجه ربحونا ولكن ما تحسش هذاك الفريق اللي عنده اون كونفيونس وكذا. انا نظن ربما في الهرم الفوق يعني كاين لا ديسيزيون من ابار ومن بعد كاين مدير رياضي وكاين وقيلا مدير ديريكتور جينيرال، يعني الخلبطه هذه خلات الفريق ربما ما كاش مسؤول سور بلاس اللي قادر ياخذ دي ديسيزيون. ثاني انا نظن الجمهور نتاع السياسي معروف، انا نظن سيتي ما نقولش دوزيامون بالك سيتي لا هو كلش عندنا جمهور عريض جدا، مي لو بلوز امبورطون ثاني في ليفيكتيف ما كانش توازن يعني في التشكيله الحقيقه. دونك هاد لا بيريود دانسيرتيتود ربما قلت انا ثاني بعد الفوز نتاع بسكرا تكون هذيك الروح، ولكن اليوم شفنا باللي بقى المشكل هو مشكل عميق جدا. نظن لازم تكون ما نقولش التفاته ولا دراسه، مي لازم اون بريز دو كونسيونس جينيرال تاع الناس الكل ويتحطوا باش يعالجوا القضيه هذه نتاع الشك هذا والانسيرتيتود نتاع الفريق، ودخل في واحد الدوامه اللي نظن الخروج منها يكون صعيب، وان شاء الله يكون بالتفاته الجميع والجماهير العريضه ولي بريز دو ديسيزيون اللي يكونوا في صالح الفريق يخرجوا عن قريب من المشكلة هذا. في هذه المباراة في حالات تحكيمية نتوقف عندها مع خبير التحكيم محمد بشاري، نشاهد سويا الصور ولك التعليق والتحليل أيضا سي بشاري. حكام المقابلة هم السيد بوزرار بمساعدة السيد صلواجي، السيد كادام والحكم الرابع السيد ميليا. الحالة الأولى هي وضعية تسلل اللي راكم تلاحظوا فيها، ونقول دائما هي من بالتجربة تاعي يمكن القول لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى الحكم المساعد. دوكا تلاحظوا هناك لاعبين، بالعودة إلى اللقطة الأولى المخرج يعاود يرجعنا للقطة الأولى، هناك لاعبين واحد كان في وضعية تسلل والآخر لم يكن في وضعية تسلل. تدخل اللاعب اللي كان في وضعية تسلل قرار صحيح من السيد كادام، اللاعب المتسلل هو الذي لمس الكرة. ننتقل إلى الحالة الثانية لتدخل الحارس شباب قسنطينة، التدخل تاع الحارس هذه حالة أخرى وإن شباب قسنطينة ضربوا بضربة جزاء. إذا تلاحظوا باللاعب سقط بمفرده لا وجود لضربة جزاء في هذه الحالة. شوفوا اللاعب يعني دار وسقط وحده، بعد لاعب مولودية وهران شوفوا السقوط تاعو يعني دار دوران على نفسه. دوك تشوفوا خلص باش نصور هاي لك الصورة. دوك تشوفوا اطلق الصورة بهدوء، خلي الصورة تمشي، سنشاهد الصور طبعا واصل والصورة تأتي. الصورة راح تجي دوك اللاعب يدور بنفسه والسقوط تاعو يكون عفوي بطريقة عادية، سقوط إلى الوراء. محمد كاين يد تاع اليد يكون الدفع ماشي الدبد، كاين يد تاع مسمودي على اليد تاع مسمودي كانت محطوطة، ما كانش هناك دفع ني في الأمام ني شد ني دفع، احتكاك طبيعي في الكره والسقوط تاعو كان عفوي السقوط. من بعد حاول ينوض اللاعب مولوديه وهران سبق الكره، لا وجود لوضعيه لمس وليس دفع سي بشار، ليس بدفع لمسك، هذا احتكاك طبيعي لا وجود لضرب الجزاء في هذه الحاله. اذا تعاودوا تلاحظوا الصوره ويعاود يرجع المشاهد شوفوا برك هنا اليد، هنا اليد شوف اليد تاع مسمود راح نوريك سويا لقطه اليد الخاص هنا طبعا لما هنا مازال لا نتكلم تهضر على هذا اليد. نعم. مازال ما سقطش اللاعب، لم يسقط اللاعب لهنا مازال ما سقطش، دوك يدير دوران على نفسه مازال يده مازال اليد هاي اليد هاي اليد بصح ما شوف اليد راهي في الهواء، إذا راك تشوف اليد راهي في الهواء ما كان ني مسك ني دفع، لا وجود لضربة جزاء في هذه الحالة. هناك تدخل الحارس سليمان اللي كان على الخط، تدخل كان على الخط، هاي لك الإعادة نفسها. شوفوا دوك اللاعب هذه راهي اليد ماشي راهي الطب، هاي لك في الهواء شوف
والسقوط كان الى الوراء. لحظه السقوط مصمودين نحيدوا والسقوط يكون دائما يا الوراء يا للامام. اذا تشوفوا الدفع يكون دائما الى الامام. اللاعب دار دوران على نفسه وسقط بطريقه عفويه، بعد كان تدخل المدافع اللي دار الكره، لا وجود لضربه جزاء في هذه الحاله. هناك حاله اخرى وين تدخل الحارس، سنشاهدها سويا. الحاله الثانيه هو تدخل الحارس اللي كان على الخط، شاهدناها في البدايه، شاهدناها في البدايه، في بدايه الصور التي حضرها لنا الزملاء. سنشاهدها مرة أخرى حتى نقدم طبعا نقدم الصورة بالتحليل المنطقي سي بشاري. ستكون جاهزة طبعا الصور الآن. هذه التدخل الأول، هذه اللقطة اللي تحدث عليها. هاي لك الثانية، إذا يدير هناك يدير وقف الصورة تكون يكون التدخل كان تدخل على الخط. هاي لك الصورة. إذا تلاحظوا دوك يدير وقف الصورة، وقف الصورة لما الحارس حارس شباب قسنطينة يلمس الكرة. كانت واضحة اللقطة على الخط سي بشاري. كانت واضحة، وهذه الوضعية التسلل اللي يتكلموا. إذا تلاحظوا عند انطلاق الكرة هناك لاعبين من مولودية وهران لمسوا الكرة، وبهذا ألغي وضعية التسلل، لا وجود لوضعية التسلل في هذه الحالة. اتفقنا. الآن نذهب مباشرة إلى مباراة فريق نصر حسين داي أمام اتحاد بلعباس، نتابع سويا ملخص المباراة. ينطلق شويتر، ينطلق شويتر يرفع راسه، يحتفظ بالكرة، يراوغ، يدخل منطقة العمليات، أوبا بابا، ضربة جزاء. هذه المرة ضربة جزاء. كنت راح نقول عنده الحرية وعنده الوقت اللازمين حتى يتنقل ويراوغ ويدخل منطقة العمليات. يتقدم ناجي، والهدف الأول، الهدف الأول لصالح نصر حسين داي عن طريق ضربة جزاء. رشيد ناجي يسجل الهدف الأول. طلق بنوح، يدخل منطقة العمليات بالقدم اليسرى، التصويبة في الزاوية المغلقة، وبصعوبة زرت يبعد الخطر. ممكن بعوج بالقدم اليسرى، القائم الثاني ممتازة أمام سيدو ميرو، والكرة يدخل منطقة العمليات، ربما يتيم بأرضية. هاي الفرصة، مواقي ضيع تماما. واش ضيع مواقي. الحكم يعلن على نهاية الشوط الأول سيداتي المسي سيداتي بهدف مقام صفر أمام لصالح نصر حسن داي. كرة من أورتاني، هاي كرة عالية، صراع في منطقة العمليات. لمس الكرة ولكن كان خارج، هل كان داخل؟ راح يتكلم مع المساعد الأول لامين شلالي. طبعا الحكم السيد عبد العالي فرا، وجد وجه بن شلف ويعد النتيجة. والهدف لصالح اتحاد بلعباس عن طريق ضربة جزاء، تعديل النتيجة في الدقيقة 70 من هذا. علي هارون يبدو انه عنده امكانيات، يرفع راسه، يسبب من بعيد، قوية. هاو بن عياد يلعب مع بلودان، بطاقة صفراء، كأنه فقد الوعي. شوف هنا، الدفع من الخلف، التصويبة ما تمرش، ما تمرش هذه الكرة. هاي قوية جدا من بن عياد، ما لازملوش يعني مساحات كثيرة. ويلا والحكم. مباراة بجدل تحكيمي آخر، النصرية بهزيمتين متتاليتين مصطفى مازا، كانت تبحث عن فوز معنوي اليوم. تتعثر اتحاد بلعباس بعد التعثر في المباراة الأخيرة أمام أتلتيك بارادو، يعود بتعادل نقطة ثمينة. كيف تقرأ وكيف تلخص المباراة فنيا؟ أعتقد بعد ما جاء المدرب الجزائري، أعتقد أنه نتائج تحسنت في مباراتين، وين الفريق تمكن أنه يفوز في مباراتين خارج ديار، فاز في سكيكدا وفاز في البرج، ثم خسارتين متتاليتين وتعادل داخل ديار. ربما هذه النتائج فقدت من ثقة اللاعبين، حتى وشفنا الفريق خلق عدة فرص لكن ضيع. نبيل الجزيري يعاني داخل القواعد، تعادل مع نجم مقرى وانهزم مع شبيبة القبائل، واليوم يتعادل امام اتحاد بلعباس. النصرية نبيل الجزيري عندها مشكل في ملعب شرين، افضل خارج القواعد. صحيح كريم، وين قلت لك انا في بداية الكلام تاعي، قلت لك انه الفريق فاز في مباراتين متتاليتين خارج ديار، فاز في البرج وفي سكيكدا، لهذا ربما أن
انه صحيح انه الفعاليه ناقصه داخل الديار، وشفنا بالرغم انه عنده عده لاعبين اللي عندهم تجربه، ناجي بن عياد وغيرهم، ربما الفعاليه ناقصه داخل الارض ميدانه. لو نتكلم على فريق الاتحاد بن عباس كذلك، ربما الفريق يقبع في المرتبه 17 بمجموع 11 نقطه، كذلك الفريق بلاعبين شبان يكسب نقطه لربما راح تخليه انه يحضر المباريات القادمه بكل ثقه. طبعا سنتحدث عن الاتحاد بن عباس بعد ان نستمع الى التصريحات التي رصدها زميلنا سامي نور الدين الذي علق طبعا على المباراه، نتابع سويا. مقابله صعيبه شويه باسكو في لي كونديسيون اللي انا بريبارو فيهم، ان شاء الله الحمد لله استفدينا من النقطه اليوم، ما وليناش خاويين، مي ابارتي دو لا سيمين بروشين ان شاء الله غادي يكون الكوتش برينسيبال كي فا كيما يقول لك بوستي ليكيب un peu en avant parce qu'on a une équipe jeune تقدر دير حوايج ملاح في البطوله. من بعد هذاك لارين تاع لو ستاف اللي هو مشكور بالبزاف نتاع الشيخ بغراره، ليكيب شويه نقصت باسكو ما كانش كاين خدمه بزاف، والحمد لله استدير مالغري ميم ديبار تاع الشيخ بخدا الهاشمي اثر على ليكيب من الناحيه المعنويه، وحاولنا احنا باش نكبروا، مي ان شاء الله ابارتير ديمونش ان شاء الله يكون الكوتش برينسيبال اللي هو معز بوعكاز واللي هو معروف على الساحه الجزائريه، استدير ايفا ان شاء الله غادي يحاول باش يصحح الاخطاء هادو ويطفل الفريق يعني للسكه الصحيحه ان شاء الله. المباراة في الشوط الأول كنا أحسن، كنا سجلنا هدف وكنا قادرين نسجلوا هدف أخرى، ولكن سجلنا هدف فقط وهذا لا يكفي. في آخر الشوط لي دي مينوت الأخرى ما كناش سور بلون فيزيك، ما با تيرميني بيان لا بارتي افيك دي جوار كي روفيان دو بلوسير تو. في الشوط الثاني دخلنا بمعنويات أخرى، كنا 50-50 ليكيب ادير اللعب كان متوسط، كان مرتكز في وسط الميدان. في الدقيقه 60 مع ما اظن 59 وين الحكم صفر ركله جزاء لفريق الخصم، كاين مخالفه او ما كاش في داخل مساحه العمليات، ما على باليش دوك هذا سي تانوتر ديبا. حبينا نوليو في المباراه ونزيدوا الماركي ونزيدوا نسجلوا هدف ثاني على الاقل، ولكن الحظ خاننا في الاخير وين ضيعنا زوج ولا ثلاث اهداف. هذه هي عندنا التعادل ولازم نستفيق في الجولات المقبله ان شاء الله. طبعا الاتحاد بن عباس سيكون بمدرب جديد بتحديات جديده، ان شاء الله نتمنى ان تسوى كل المشاكل الاداريه لفريق يقدم كره جميله ولفريق ولمدينه ايضا تحب كره القدم في مباراه ايضا كان فيها الجدل التحكيمي. ياسي بشاري مره اخرى حاضرا، نتابع سويا الصور. في هذه المقابله بقياده سيد ابرير الشلالي ومن ناصر الحكم الرابع هو سيد محمد بالكبير، الخطا الاول اللي راكم تلاحظوا فيه ضربه جزاء لصالح نصر حسن داي، دوك تلاحظوا من زاويه اخرى هناك مسك من الذراع، ومن نفس الوقت هناك عرقله من الجهه السفلى يعني باهمال، ضربه جزاء صحيحه لصالح نصر حسن داي اعلن عليها الحكم سيد ابرير. الحالة الثانية نعاودوا نفس الشيء، ضربة الجزاء هذه بإهمال لا تستجيب البطاقة الصفراء، هناك الذراع ثم الرجل من الجهة السفلى. والشيء الإيجابي أن اللاعبين تاع اتحاد بن عباس لما في هذه الحالة اللي كان عليها جدل كبير أن الحكم السيد إبرير أعلن عن لمسة يد خارج منطقة الجزاء، والحكم شلالي المساعد الأول هو الذي أعلن عن ضربة عن أن اللمس كان داخل منطقة الجزاء. هذه هي التعديلات الجديدة اللي لازم من الحكام واللاعبين، الكرة لمست إبط اللاعب وهذا يعتبر
من الجسم ليس بلمسة يد. هذه الحالة الأولى، بمعنى أن هذه هي أصلا الخارج، هي خارج. راح نفهموا مرحلة المشاهد الكريم لماذا مرحلة بمرحلة لا وجود للمسة يد أصلا، لأن الكرة لمست الإبط، والإبط الآن يعتبر من الجسم، لا يعتبر بلمسة اليد. الجزء العلوي من الذراع لا يعتبر بلمسة اليد، هذا شيء إيجابي. زد إلى ذلك السيد مازا كما تفضلت وقلت أن اللمس كان خارج منطقة الجزاء، لا وجود لضرب الجزاء في هذه الحالة. هذه من التعديلات الجديدة اللي خرجت في آخر مجلة، وهذه كل شيء صحيح أن الكرة كانت خارج منطقة الجزاء. إذن هذه الحالة التحكيمية، الوقت يمر بسرعة مع ضيوفنا الأكارم وهذا البرنامج. لازال لدينا صور مباراة اتحاد بسكرة أمام اتحاد العاصمة التي حضر زميلنا ياسين بوخناف، نتابع سويا الملخص. في مباراة تقبل قسمة على اثنين، تمكن اتحاد بسكرة من تحقيق فوز معنوي كبير وضع به حدا لسلسلة النتائج السلبية أمام الاتحاد الجزائر الذي جاء هو الآخر لمحو أثار الهزيمة الأخيرة. أول محاولة في هذا الشوط كانت لإبن سوسطالة وتسديدة بن شعر ودفاع الاتحاد يتدخل. اتحاد بسكرة يعود بعد ذلك عن طريق معافية بالعقب وتسديدة شيبان في أيدي قندوز. أخطر فرصة خلال هذا الشوط من جانب الاتحاد بسكرة كانت رأسية المدافع خوالد التي أخرجها قندوز بصعوبة كبيرة. وشوط أول انتهى بالتعادل السلبي. اتحاد بسكرة دخل الشوط الثاني مباشرة في تفاصيل العمل الهجومي، وتمكن من الوصول إلى شباك قندوز بفضل تسديدة المدافع سالم حمزة في الدقيقة 51 من زمن المباراة. اتحاد بسكرة كاد أن يضيف الهدف الثاني عن طريق المهاجم هشام مختار بهذه الرأسية. اتحاد الجزائر حاول تعديل النتيجة، وبالقسم من كرة ثابتة علوي في المكان المناسب يخرج الكرة. آخر محاولة خلال هذا اللقاء كانت لصالح الزوار، وكرة البديل بن خليفة غير بعيدة عن مرمى علوي، وهدف لصفر كانت نتيجة اللقاء النهائية لصالح ابناء عز الدين أيتشو. إذن هذا ملخص المباراة، اتحاد العاصمة في هزيمتين متتاليتين بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، واتحاد بسكرة يبدو بأنه لمسة جودي بعد فترة الفراغ بدأت في هذه المباراة، وهو الذي يحب المباراة الكبيرة والصعبة. نتابع سوي الصرحات التي رصدها زميلنا ياسين بوخناف بعد نهاية المباراة. هناك يعني قيمت وحنا يعني بعد يعني الجولات هذو وين تصعبت علينا الامور، تمنينا انه يكون اليوم فوز. فاللاعبين يعني نشكرهم كانوا في المستوى، قدمنا مباراة مقبولة يعني، وين التركيز وين التمركز كان جيد، استغلينا بعض النقاط اللي خدمنا عليهم، نقاط الضعف تاع اتحاد العاصمة اللي خدمنا عليهم، ولعبنا واحد القوة الدفاعية تاعنا اللي وين ما غامرناش كثير، ولكن في المغامرات اللي درناها أظن أن الفريق تاعي كان أقرب للتسجيل، أقرب إلى يعني عكس اتحاد العاصمة وين يعني اللهم إذا شفنا لقطة واحدة في الشوط الأول ما شفناش يعني غلقنا له المنافذ. هذا شيء جميل الحمد لله، فوز أكثره معنوي. لم نقدم الكثير من الفرص رغم أننا قمنا بما علينا في هذا اللقاء. La logique dans ce qu'on a vu, mais en tout cas, fort de constater qu'on n'a pas su ouvrir le score. لم نتمكن من فتح باب التسجيل وهذا أثر علينا قليلا، والفريق الذي يسجل يفوز وهذا منطقي. يتحدث بواقعية تيري بروجي الذي يخسر مباراتين متتاليتين للاتحاد لم تكن متوقعة خسارة متتاليتين بالنظر إلى ديناميكية نتائج إيجابية وتألق الاتحاد مع الزينيتي. صحيح، بعدما الفريق عاد بخمس مرات فائز في المباريات ثم تعادل، خسارتين متتاليتين أمام عين ميلاد داخل ديار وأمام اتحاد بسكرة. لو نتكلم على اتحاد بسكرة لم يذق طعم الفوز منذ الجولة الأولى،
بعد قدوم المدرب الجديد عز الدين لقيت انه الفريق بدا يكسب اكثر تقريبا أتيقى. هذه اول مباراه له، يعني لا تحسب مباراه مولود الدوهره مازال ما عرفش المجموعه وكل شيء. لا صحيح انه نعرفوا المدرب اي جودي، وان يعرف كيفاش يوظف اللاعبين، يعرف كيفاش يرجع اللاعبين للثقه تاعهم، وهذا الفوز هذا راح يعطي اكثر ثقه للمجموعه، والفريق يصبح بمجموع 11 نقطه يخرج من المنطقه الحمراء مؤقتا ان شاء الله. طبعا لدينا حاله تحكيميه، وبعد ذلك وصلتنا صور مباراه رائد القبه امام مولوديه بجاين، وتابع سوي الحاله التحكيميه في هذه المباراه. اصغر حكم شاف في هذه في الدوري المحترف الاول هو مسيو السيد توابتي بمساعده بلاغما، والسيد بوزيط الحكم الرابع هو السيد شفاي. هناك مطالبه بضربه جزاء سقوط داخل منطقه العمليه، داخل منطقه الجزاء في الدقائق الاخيره لاتحاد العاصمه. راح نلاحظوا الصوره، اطلق الصوره تمشي، هاوليك المطالبه بضربه جزاء، شوفوا المنافسة على الكرة بعدك السقوط من هذه المسافة اللي رانا نلاحظوا، مع العلم أن لا وجود لي يعني إعادة الرؤية للحظة هذه. هناك منافسة على الكرة، أنا متأكد باللي العرقلة من الأسفل، لا وجود لعرقلة من الأسفل، هل هناك دفع، هل هناك يعني منافسة على الكرة؟ لا يمكن الحكم من هذه المسافة، وبالتالي كي نقول لكم لا يمكن الحكم من هذه المسافة، الحكم يعود إلى الحكم يعود إلى الحكم. الصورة تعاد لعدة مرات، هل هناك كان هناك لاعبين صراع ما بين لاعبين، لكن اللاعب اللي لمس الكرة كان هناك يعني بعد من الدفع على الدفع بالكتف، هل بالكتف، هل هناك دفع؟ هاي لقطة مهمة، هذا راح يلعب ايبول ايبول، اسكو قاسوا بهكذا؟ كي كل احتمال هذا الشيء نعطوا دائما الفرصه الى الحكم، لكن الحكم تاع الخط كان قريب اكثر على اللقطه، ما يقدرش يتدخل في هذه الحاله، ما يقدرش لانه هو تقدير، والتقدير من حكم الى حكم يختلف، والحكم تقدير الحكم الرئيسي وتقدير الحكم المساعد ليس بنفس الشيء. هذا هو الشيء اللي من هذه الصوره، ومع العلم ان لا هناك ايقاف الصوره للرؤيه اكثر، لا يمكن الحكم من هذه المسافه. اتفقنا الى المباراه، الصور مباراه التي وصلتنا منذ لحظات. جميل سعيد في اللقاء تنقل وحضر مباراه رائد القبه امام مولوديه بجايه، وزميلنا طارق بوفلي علق على الملخص. لقاء كان منتظرا من متابعي الرابطه الثانيه هوات بين فريقين نتائجهما في الجوله الاولى تحتم عليهما حصد النقاط الثلاث، فرائد القبه المدعم من جماهيره ولو على بعد استهدف بلوغ النقطه السادسه بعد الفوز المحقق في اللقاء الماضي، في حين مولوديه بجايه قدمت الى العاصمه بشبانها بعد عدم تمكن الاداره من تاهيل اللاعبين الجدد، نقطة ضعف لم تؤثر على الإكراب الذين عرفوا كيف يعودوا بنقطة ثمينة ليضيفوها إلى النقطة المحققة في مباراة الديربي. وبالعودة إلى أطوار اللقاء، بدأ بفرص من الجانبين، الضيوف عن طريق قاسي سمير ثم عمران من أصحاب الديار، لكن دون خطر. شبان المدرب مراد كاروف وصلوا ضغطهم، لموخي تمكن من استغلال خطأ دفاعي ليسجل على إثره هدف السبق لفريقه وينهي المرحلة الأولى بتفوق الزوار بهدف دون رد. وفي المرحلة الثانية لاعبو الرائد دخلوا بعزيمة كبيرة قصد معادلة النتيجة وفك شفرة الدفاع المتكتل لشبان الموب، فكثفوا هجماتهم التي كللها المخضرم والقائد فارس عمران في الدقيقة 64 بهدف بعد عمل جماعي متقن، هدف زاد من عزيمة أشبال المدرب حميسي. بيطاش البديل يسدد بهذه الطريقة الجميلة، غير أن الحارس البجاوي حميدي كان متفطنا وصد الكرة. ذات الحارس أخطأ هذه المرة، فكاد أن يكلف فريقه ثاني الأهداف لولا تدخل المدافع لإخراج الكرة من على خط المرمى. بومعيزة يسدد من مخالفة مباشرة، حميدي مرة أخرى يتصدى ويستميت ويبعد الكرة بعيدا عن مرماه في آخر أنفاس اللقاء، ما منح فريقه نقطة ثانية في المجموع، في حين ضيع الرائد فرصة تحقيق الانتصار الثاني على التوالي. طبعا الأولوية في هذا العدد للصور والملخصات التي تصلنا هكذا تباعا، وصلتنا أيضا صور مباراة أمل بوسعادة أمام اتحاد الحراش، وهي المباراة التي حضرها زميلنا بلال بوزيدي، نتابع سويا الملخص.
على ملعب الشهيد مختار عبد اللطيف استقبل أمل بوسعادة ضيفه اتحاد الحراش على أمل الحفاظ على ريادة الرابطة الثانية هواة لمجموعة الوسط. وبدت نوايا أصحاب الديار واضحة بدءا من الدقيقة 14، حيث قدم قائد الفريق إبراهيم الجناري تمريرة سحرية لزميله عابد الذي ضيع أول فرصة لفتح باب التسجيل. لاعب اتحاد الحراش خواص يرد بهذه الطريقة. الصفراء حاولت مرة ثانية عن طريق حسام بيوض من ركنية لكنها جانبت الإطار. الدقيقة 35، المهاجم عابد يتفنن في تضييع الفرص للأمل. 7 دقائق بعدها حمزة دراك يقدم كرة جميلة للاعب حسام بيوض، لكن الأخير لم يكن في المكان والزمان المناسبين. الشوط الثاني كان أكثر ديناميكية رغم تواصل تضييع الفرص من لاعب اتحاد الحراش. نفس الشيء مع هذه الفرصة التي ضيعها دراك في الدقيقة 64. ومع العد التنازلي لنهاية المباراة استطاع حمزة دراك أن يسجل هدف المباراة الوحيد والثاني له 10 دقائق فقط قبل نهاية الوقت الرسمي بعد ترويض جيد للكرة. أشبال جمال مناد حاولوا قتل المباراة في آخر أنفاسها عبر اللاعب لعلوج محمد بعدما قدم له حمزة دراك تمريرة مليمترية لينتهي اللقاء بوقع هدف دون رد لصالح الزوار. الإثارة هكذا دراك يسجل ثاني الأهداف بعد الهدف في الجولة السابقة. نذهب مباشرة نعتقد رضوان وزكريا إلى ذاكرة الكرة بعد الفاصل. اليوم أردنا نذهب إلى قسنطينة، الفريق اللي لعب فيها طبعا منير دوب شباب قسنطينة مع وداد مستغانم. الوداد كان هذاك المدرب بهمان مدرب فريق شباب قسنطينة كان حنكوش بجيل متميز، ذاك الجيل الذي أسعد السياسي ومنحه لقب البطولة. اليوم نشاهد مباراة سجل فيها 7 أهداف كاملة، حضرها آنذاك زميلنا ياسين بوخلاف، نتابع سويا وبعد ذلك نعود. كعادته جمهور السنفية تنقل بعدد غفير لمتابعة أطوار هذا اللقاء الذي جمعه بوداد موسى غنم في مقابلة أراد منها أبناء حنكوش العودة لريادة القافلة. ورغم غياب بعض العناصر الأساسية من فريق الشباب كبرح لمصاب وغضمان معاقب، إلا أن اللقاء ساده التنافس الشديد في مقابلة ظهر فيها أبناء الصخر العتيق بوجه لا يعكس حقيقة مستوى الفريق. مهرجان الأهداف ابتدأه قلب الهجوم المستغني بن رحو الذي أندر المحليين بهدف في الدقيقة 19. فرحة أبناء بهمن لم تدم أكثر من 3 دقائق، فبعد عمل جيد من مطعم وبودماغ عمران لاعب مستغنم سابقا يعادل النتيجة ويعطي للمقابلة نفسا آخر. لتتحرك آلة المحليين عقب هذا الهدف ويتمكن الجناح الأيمن حدد وبعد عمل دائما من جانب مطعم من إمضاء الهدف الثاني لصالح الشباب. وهدفين مقابل الهدف لصالح الشباب، وهي النتيجة التي لم ينتهي عليها اللقاء، حيث وبمجرد استئناف اللاعب لكحل يستغل الفرصة ويتمكن من مفاقدة دني الذي لم يكن في يومه. لينتهي بذلك هذا الشوط بنتيجة تعادل هدفين مقابل هدفين. المرحلة الثانية من هذا اللقاء سجلنا فيها تغييرات بالجملة في صفوف الشباب. العور مكان دني، يحيى مكان شنة، العايب مكان مطعم، وكان حنكوش أراد لعب ورقة الخبرة بإقحام هؤلاء. والبداية في هذا الشوط كانت من جانب المحليين الذين هددوا مرمى الحارس ايد زقاش الذي كان موفقا في جول تدخلته. رد أبناء بهمان في الشوط الثاني كان سريعا ومثمرا، وكان عن طريق بن رحوة الذي تمكن من هز شباك الحارس العوض في الدقيقة 70 من هذا اللقاء، مرشحا بذلك الكفة لصالح فريقه وثلاث أهداف مقابل هدفين. النتيجة هذه لم تتغير إلى غاية الدقيقة 84، حيث تمكن وبقذفة من حوالي 20 متر عمران من مباغتة ايد زقاش مسجلا
بذلك هدفه الثاني والثالث بالنسبة للشباب، معدلا بذلك النتيجة قبل 6 دقائق من انتهاء هذا اللقاء. لتعرف الدقائق الباقية من هذا اللقاء مناوشات بين عناصر الفريقين، ويستأنف اللاعب بعد ذلك ويتمكن اللاعب المحنك والمايسترو لعيب السليم في الدقيقة الأخيرة من هذا اللقاء، وبعد هذه الركنية التي يرجعها دفاع الزوار خياط يفتح عشوائيا ناحية العايب الذي يسكن الكرة وعلى طريقته الخاصة في شباك أيد زقاش ليقضي بذلك على أمل أبناء باهمان في العودة ولو بنقطة يدية، لينتهي بذلك هذا اللقاء بفوز الشباب بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف أمام تشكيلة باهمان التي تستحق العلامة الكاملة على العروض الشيقة، وهذا باعتراف جمهور السنافير. إنه العايب سليم بكل بساطة، وإنه الجمهور الرائع لشباب قسنطينة، زمن الجميل، زمن جميل أيضا وفاق الكل، المدرسة فريق القلب اللي يعاني أيضا. أولا نتأسف أنا لأن الكل مدرسة كبيرة مام سيتيوم تيد فيل يعني، ولكن ils ont vécu في الناسيونال اون يعني داروا كل طوره يعني ذكروا دائما النهائي مع شباب دخلوا في النهائي ونا في دي سيزون يعني اكسبسيونيل نظن درك اللي لوبليات يعني حتى لي زوتوريتي نظن هنا ترافير بون بعث ان غرون ميساج للسيد والي وليس كي كذا يقول عندها مدرسه عندها تاريخ اللي درك راهي في البافون الرئيس نتاعهم كاين جون توتفو هذا اكطوالمون راه في فرنسا ما قدرش يدخل هنا دونك الفريق راه ان بو بيردو وسي غراب يعني الحمد لله يعني ان شاء الله تعود ان شاء الله تعود لم يتبقى لدي الكثير من الوقت سامنح لك بعض اللحظات 30 ثانيه و40 ثانيه ككلمه لانصار نجم مقرا. قبل ذلك منير ضوب، ماذا تقول لانصار اتحاد حجوت ايضا لجمهور ايضا يعشق فريقه وينتظر منك الكثير؟ صحيح الفريق هذا كانت عنده كفريق نقولوا لي عنده كيف القسم الاول عام تتوج المولوديه مع مصطفى مازا القسم الاول ومام لعب كيف القسم الثاني وكاين كما فريق تحت حجوت كما فريق اخرى اللي لعبوا الفوق واليوم راهم يلعبوا في هذه الاقسام هذوما ان شاء الله نتمنى ونكونوا عند حسن الظن ان شاء الله وحنا نمدوا الشيء اللي علينا. صحيح الفريق هذا يستاهل انه يعاود يرجع للمكانه تاعو ان شاء الله احنا نعملوا وتوفيق من عند الله ان شاء الله ان شاء الله. كلمتك ايضا لانصار نجم مقر. والله انا قلت لك عندي انصار مقر انا كنت محتار يعني يطوني ناس مسالمين كاين طيبه عندهم يعني الحمد لله ولكن شغوفين على الفريق ندعم نظن الفريق كاين رئيس فريق اللي راه يدير المستحيل ولكن الامكانيات نقول دائما رئيس الجمهوريه يتكلم على مناطق الظل نظن مقر بالنسبه للرياضه من منطقه من مناطق الظل ومرمو هادو هما اللي زيك اللي عاونهم الدعم لان الفريق راه يقوم يعني بواحد الامور رئيس الفريق باش كاين الناس تعاونوا تم باش يعاود يرجع الفريق ويعطينو يناسيز يعني لوجيستيك باش يقدر يدير حاجه مليحه في المستقبل. الوقت معكم سادتي مره هكذا بسرعه، الاولويه في هذا العدد كانت للصور والملخصات التي وصلتنا تباعا في هذا البرنامج. شكرا لك سعد كنطرش على اول ظهور لك في البلاطو. اول يعني اول تحيه لكل سكان مدينه القل وليسبورتر نتاع مقرا وتحيه للزوجه والاولاد اللي راهم في القل يعني تحياتي لكل عندي المراه وتحيه خاصه عندي تروا نوفو يعني عندي ولد بنتي كاين انس وكاين دانيا ولد بني شاهين ان شاء الله هي ان شاء الله توحشهم بزاف. خلينا له الاستثناء محمد البشاري اليوم لسعد الكريم لطرش في الاهداءات لانه اول مره يحضر البلاطو. شكرا لك على حضورك، شكرا لك ايضا منير ضوب، مصطفى مازا على كل التحاليل والمعلومات القيمه التي قدمتها في هذا العدد، سي بشاري ايضا شكرا لكم، الشكر موصول لكل عمال الاستوديو رقم 3 بقياده المخرج حاج احمد رضوان بمساعده طبعا زكريا الحبشي ونبيل موسي ايضا في المساعده وكل زملاء الذين ساعدوني في اعداد هذا البرنامج. نلقاكم بإذن الله في موعد رياضية قادمة، شكرا وإلى الملتقى.